صحة احتساء سيدنا خالد السم بعد قوله بسم الله سندها ثابت صحيح، ومؤداها أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ذهب إلى الفرس قيل له يا خالد احذر السم لا تسقيكه الأعاجم، قال السم ائتوني به، فأتي له بالسم فقال بسم الله فشربه خالد فلم يضره توكلا على الله. وأيضا سبحان الله كان لخالد صفات أيده الله بها ونفعه الله بها.